بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يجزي أهل الوفاء بالتمام والوفاء، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وأصحابه أئمة الهدى ومن سار على نهجهم واتبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم اللقاء. أما بعد، إخوة الإسلام في كل مكان، فهذا هو المجلس السابع من مجالس مدارسة كتاب جلاء الأفهام في فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. هذه المجالس المنعقدة من رحاب بيت الله الحرام وعلى مقربة من كعبته المعظمة، المنعقدة في كل ليلة من ليالي الجمعة، نلتمس فيها بركة الصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة الشريفة المباركة، مغتنمين أجر هذا المجلس وفضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مع ما في هذا السفر المبارك وهذا المجلس بدرسه الحافل من الفوائد العلمية والتقريرات النفيسة التي تهمنا جميعا في هذا الباب من هذه العبادة الكريمة، عبادة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليك يا خير الورى، ما ضاء نور في الصباح وأسفرا، صلى عليك الله ملء فضائه، ما هل مزن بالنعيم وأمطرا. فاجعلوا مجلسكم وليلتكم وجمعتكم غدا عامرة حافلة بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل اجعلوا أيامكم ولياليكم كلها ودهركم أجمع مليئا عاطرا حافلا بذكر الله جل جلاله والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، فذلكم عنوان السعادة وأمارة الفلاح. أيها المباركون، كان مجلسنا المنصرم استمرارا وتتابعا لما سبق في الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب الذي عقده المصنف رحمه الله لبيان المواطن التي تشرع فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد انقضى معنا إلى نهاية المجلس السادس فيما سبق 16 موضعا وموطنا من مواطن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وها نحن نشرع الليلة بعون الله تعالى وتوفيقه في ذكر تتمة هذه المواطن، وعسى أن يسعفنا مجلس اليوم لإدراك بعضها استكمالا للحديث بعونه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: فصل. الموطن 17 من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عقب ختم القرآن. قال رحمه الله: وهذا لأن المحل محل دعاء، يقصد أن بعد ختم القرآن عند إتمام قراءته هو من المواضع التي يشرع فيها الدعاء. ثم شرع في ذكر بعض أقوال أهل العلم وأئمة الإسلام في مسألة الدعاء عقب ختم القرآن. قال: وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على الدعاء عقب الختمة، فقال في رواية أبي الحارث: كان أنس إذا ختم القرآن جمع أهله وولده. والأثر أخرجه سعيد بن منصور في سننه، والفريابي في فضائل القرآن، وابن المبارك في الزهد، وغيرهم رحم الله الجميع. وقال الإمام أحمد في رواية يوسف بن موسى: وقد سئل عن الرجل يختم القرآن فيجتمع إليه قوم فيدعون، قال: نعم، رأيت معمرا يفعله إذا ختم. وقال في رواية حرب: أستحب إذا ختم الرجل القرآن أن يجمع أهله ويدعو. هذه روايات الإمام أحمد رحمه الله. ثم قال: وروى ابن أبي داود في فضائل القرآن عن الحكم قال: أرسل إلي مجاهد وعبدة بن أبي لبابة: أرسلنا إليك أن نريد أن نختم القرآن، وكان يقال إن الدعاء يستجاب عند ختم القرآن، ثم دعوا بدعوات. فهذا من صنيع السلف رحمه الله رحمهم الله كمجاهد وعبد فيما روى ابن أبي داود. وروى ابن أبي داود أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. هذا الأثر عن ابن مسعود لو صح سنده لكان وجيها وقويا، لأن له حكم الرفع، لكن إسناده منقطع فلم يسمع إبراهيم التيمي من ابن مسعود رضي الله عنه.
وعن مجاهد رحمه الله قال: تنزل الرحمة عند ختم القرآن. وروى أبو عبيد أيضا في كتاب فضائل القرآن عن قتادة قال: كان بالمدينة رجل يقرأ القرآن من أوله إلى آخره عند أصحاب له، فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يضع عليه الرقباء، فإذا كان عند الختم جاء ابن عباس رضي الله عنهما فشهده. وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا هو ضعيف السند، وقتادة لم يسمع من ابن عباس فهو في حكم منقطع كذلك. قال ابن القيم رحمه الله: ونص أحمد رحمه الله تعالى على استحباب ذلك في صلاة التراويح، يعني الدعاء بعد ختم القرآن. قال حنبل: سمعت أحمد يقول في ختم القرآن: إذا فرغت من قراءتك قل أعوذ برب الناس، فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع. قلت: إلى أي شيء تذهب في هذا؟ يعني ما المستند والأثر أو الدليل؟ قال: رأيت أهل مكة يفعلونه، وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم بمكة. قال عباس ابن عبد العظيم: وكذلك أدركت الناس بالبصرة وبمكة، ويروي أهل المدينة في هذا أشياء. وذكر عن عثمان أو ذكر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله فقلت: أختم القرآن أجعله في التراويح أو في الوتر؟ قال: أجعله في التراويح حتى يكون لنا دعاء بين اثنين، يعني دعاء في الختم في آخر ركعة في التراويح أو في الركعة التي يحصل فيها ختم القرآن، ودعاء في الوتر إذا أتم الصلاة. قلت: كيف أصنع؟ قال: إذا فرغت من آخر القرآن فارفع يديك قبل أن تركع وادع بنا ونحن في الصلاة وأطل القيام. قلت: بما أدعو؟ قال: بما شئت. قال: ففعلت كما أمرني، وهو خلفي يدعو قائما ويرفع يديه. يقول ابن القيم رحمه الله: بعدما ساق ما سمعتم من الآثار، وكلها ليست في شأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ختم القرآن، بل كلها كما سمعتم كانت في شأن الدعاء عقب ختم القرآن، سواء كان في التراويح في رمضان أو في الوتر أو كان في غير الصلاة أو في أي يوم من أيام العام. المناسبة الملائمة هنا للدعاء هو كونه عقب ختم القرآن. قال ابن القيم رحمه الله معلقا: وهذا إذا كان من آكد مواطن الدعاء وأحقها بالإجابة، فهو من آكد مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقصد الإشارة إلى ما تقدم أن من مواطن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء، وقد مر بكم أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الدعاء ذات مراتب ثلاث: إما الدعاء في أوله، الصلاة في أول الدعاء، أو في أوله وآخره، أو في أوله وأوسطه وآخره. ثم قال رحمه الله: فصل. الموطن الثامن عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، هذا الذي ما زالت الأمة تتواصى به ويذكر بعضها بعضا، ونسمع خطباء الجمعة يذكرون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، وأنها امتثال لأمر الله بالصلاة والسلام عليه، وتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام وحثه على أن يكون يوم الجمعة من بين سائر الأيام آكد بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الموطن. ويسوق ابن القيم رحمه الله تعالى الآثار والأحاديث الواردة في هذا. قال رحمه الله: وقد تقدم فيه حديث أوس بن أوس رضي الله عنه، وأشار إلى ما ذكره سابقا في الكتاب من حديث أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني وقد بليت؟ يقصدون أن الميت يبلى في قبره بعد دفنه إذا تعاقبت عليه الأيام والأعوام. قالوا: كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني وقد بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا الحديث فيما تقدم مختلف جدا في تصحيحه وتضعيفه بين أئمة الإسلام وعلماء الحديث، صححه جماعة كابن خزيمة وابن حبان والحاكم والنووي والمقدسي والمنذري وابن دحية وغيرهم رحم الله الجميع، وضعفه أئمة آخرون هم أجل قدرا
وأعظم شأنا في علم الحديث، وهم أكبر من هؤلاء وحكموا بنكارة الحديث كأبي حاتم الرازي والبخاري وغيرهما، وهو الصواب عند المحققين. فحديث أوس بن أوس متردد عند العلماء بين صحته وضعفه، وقد أطال ابن القيم رحمه الله في الباب الأول عندما استعرض الروايات أطال جدا في تقرير الحديث وانتصر لصحته رحمه الله. قال هنا في هذا الموطن: وقد تقدم فيه حديث أوس بن أوس وأحال إلى ما ذكره هناك في الباب الأول. قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة، صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه البيهقي، وقد تقدم أيضا في الباب الأول من الكتاب. والحديث أيضا لا يثبت لكون مكحول لم يسمع من أبي أمامة، وأيضا فيه راو متكلم فيه، علتان للحديث ذكرها ابن القيم في أول الكتاب في الباب الأول. قال رحمه الله: إذن هذان حديثان في الدلالة على استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. قال: وروي أيضا، وهذا حديث ثالث، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، فإنه ليس أحد يصلي علي يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاته. قال ابن القيم: وفيه إسماعيل بن رافع، قال يعقوب بن سفيان: يصلح حديثه للشواهد والمتابعات، يعني أنه لا يقوى على الانفراد بحديث، وهذا الحديث منها، ولذلك حكموا بضعف الحديث خاصة. قال ابن القيم رحمه الله: وساق بسنده عن ابن عدي من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة فإن صلاتكم تعرض علي. فهذا حديث الرابع. قال: وإن كان إسناده ضعيفا فهو محفوظ في الجملة ولا يضر ذكره في الشواهد، وقد تقدم في مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة. هذه جملة أحاديث لا يخلو أحدها من ضعف كما سمعتم، لكن مجموعها يشهد لأصل المسألة، وهو مشروعية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة خاصة. وبعض ألفاظ الحديث ذكر ليلة الجمعة أيضا، لأن ليلة اليوم تابعة له في الفضل والفضيلة. قال ابن القيم رحمه الله: وساق بسند ابن وضاح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب، يعني إلى عماله وأمرائه على الأمصار، كتب: أن انشروا العلم يوم الجمعة فإن غائلة العلم النسيان، وأكثروا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. الموطن التاسع عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند القيام من المجلس، يعني عند الفراغ من المجلس أي مجلس كان عند الانصراف. وذكر هاهنا ليس حديثا بل أثرا عن سفيان الثوري، وقد ساقه بسند ابن أبي حاتم، والإسناد المذكور هنا أخرجه ابن أبي حاتم أيضا في الجرح والتعديل، عن سفيان الثوري بل عن عثمان بن عمر قال: سمعت سفيان بن سعيد الثوري ما لا أحصي إذا أراد القيام يقول: صلى الله وملائكته على محمد وعلى أنبياء الله وملائكته. قال ابن القيم: هذا الذي رأيته من الأثر في هذا الموطن، يعني لم يقف على دليل آخر. ولا يخفى عليكم أن هذا ليس دليلا على المشروعية، لأنه ليس نصا شرعيا من الكتاب أو من السنة، لكن نسبته إلى إمام جليل من أئمة أهل العلم يشير إلى عمل بعض العلماء الأجلة به، لكنه لا يرقى إلى الاستشهاد به ولا الحكم بكون هذا العمل مستحبا أو مشروعا لافتقاره إلى دليل صريح، واقتصر على أثر الإمام سفيان الثوري رحمه الله كما سمعتم. الموطن العشرون من مواطن الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عند المرور على المساجد ورؤيتها، بمجرد أن تمر على مسجد أو تعبره أو تراه. وساق فيه هاهنا من طريق القاضي إسماعيل القاضي في كتابه حديثا أو أثرا، لكنه ضعيف جدا في سنده،
ينتهي إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقوله: إذا مررتم بالمسجد فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ضعيف السند ولم يذكر رواية مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالقول فيه كالقول في الموطن 19 السابق قبل قليل الذي لم ينسب فيه الحكم إلى التشريع لا من الكتاب ولا من السنة. الموطن 21 من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم: عند الهم والشدائد وطلب المغفرة. وهذه جليلة مهمة يا كرام، فعوها جيدا، لأنه لا يخلو عبد منا في هذه الدنيا من هم ينزل به، أو شدة يضيق صدره بها، أو مغفرة هو يحتاج إليها. وكلنا ذاك الرجل، كلنا ذلك الإنسان الذي يحتاج إلى مغفرة الله، والذي يحتاج إلى فرج من الله تزول به الهموم وتنجلي به الكروبات. كلنا ذلك، كلنا فقير والله الغني، كلنا مسكين والله القوي، كلنا ضعيف محتاج سائل يطرق باب ربه الكريم ومولاه الغني الحميد جل في علاه. عندما نكون نحن البشر على هذا الشأن ونحتاج أيما حاجة إلى رحمة الله، إلى مغفرة الله، إلى الفرج من الله سبحانه وتعالى، فدونكم هذا الباب، وهو باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مفتاح تنال به هذه المطالب. وأوردها هنا دليلا يحفظه كلكم أو يعرفه أغلبكم، وهو حديث أبي بن كعب. فإن ابنه الطفيل بن أبي بن كعب قد روى عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل، ثلث الليل، قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قال أبي رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال عليه الصلاة والسلام، واسمعوها جيدا وعوها بقلوبكم يا كرام، قال: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل عن أبيه، وقال: حديث حسن. وهذا الحديث الذي يعرفه كثير من المسلمين الشهير بحديث أبي في الاستكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قد دل على معان كريمة عظيمة، وقد أورده ابن القيم أيضا رحمه الله في الباب الأول من الكتاب. وقال هناك: وسئل شيخنا أبو العباس، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، سئل شيخنا أبو العباس عن تفسير هذا الحديث فقال: كان لأبي بن كعب دعاء يدعو به لنفسه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يجعل له منه ربعه صلاة عليه صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو افترضنا أن مجلس الدعاء كان يستغرق 10 دقائق، فهل يجعل ربع ذلك الوقت مخصصا فقط للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون الجمل الدعاء التي تحمل المطالب والمسائل في الثلاثة الأرباع الباقية؟ قال: فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل يجعل له منه ربعه صلاة عليه صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن زدت فهو خير لك. فقال له: النصف. قال: إن زدت فهو خير لك. إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها، أي، والكلام لشيخ الإسلام، أي أجعل دعائي كله صلاة عليك. كيف يعني؟ يعني لما يجلس يدعو بين الأذان والإقامة، أو في مواطن الإجابة، أو عند نزول المطر، أو كان في عمرة، أو في يوم عرفة، أو في أي موطن وجلس يدعو ورفع يديه وقلبه ممتلئ مطالب وحاجات ومسائل يريد قضاءها، وهموما يريد تفريجها، وكروبات قد تجمعت عليه، عندما يكون هذا الشأن فإنه يجعل دعاءه كله صلاة، يعني ترفع يديك فتستحضر للتو أن الله عز وجل يحب الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، فأنت تحب ما يحبه الله، وأنت ترجو أنك بفعل هذا الأمر الذي يحبه ربك أن يرضى عليك، فإذا رضي عنك أعطاك.
وأنت تجعل هذا أشرف مطلبا عندك من أن تدلي بمطالبك فتقول يا رب أسألك كذا وكذا وأدعوك بكذا وكذا وأريد منك يا رب كذا وكذا. الأشرف من ذلك أن تأتي باب ربك الكريم سبحانه مما يحبه وجل جلاله، وهو يحب دعاء عبده، وأعظم الدعاء أن تأتيه من باب التوسل بأمر عظيم وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جلست جلستك فرأيت أنك جلست تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في أول الدعاء، وعددت من الصلوات مرة واثنتين وخمسا وعشرين وثلاثين وخمسين، ثم رأيت أنك كلما استكثرت من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وأنت ترى أن ذلك مزيد في قربك ودنوك وحصول مطلوبك باقترابك من ربك، وأنت تعلم أنه يحب ذلك، فطغى عليك هذا الموقف والحال، فما زلت تصلي وتسلم عليه صلى الله عليه وسلم حتى انقضى الوقت فأقيمت الصلاة، أو جاء وقت الخروج، أو انتهت العبادة، أو غير ذلك من موطن الدعاء الذي أنت فيه وقد انقضى، وتشعر حينها أنك ما ذكرت جملة واحدة من مطالبك، لا الدين الذي أنت فيه، ولا المرض الذي ألم بك أو بأحد أفراد أسرتك، ولا الهم الذي يحيط بك، لكنه انقضى الوقت وأنت ما زلت تصلي وتسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم. أتظن أنه فاتك شيء؟ لا والله، بل وجدت كل شيء. لما قال أجعل لك صلاتي كلها، ماذا قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام؟ قال إذن تكفى همك، كل هم كنت جئت من أجله وجلست تدعو واستقبلت القبلة ورفعت يديك وقلت يا رب كله سيتحقق، فتكفى الهم، كل شيء أهمك وحملك على المجيء لطرق باب ربك ودعائه ورفع دعواتك إلى السماء ستقضى. إذن تكفى همك. كيف يكفى الهم وهو ما طلب شيئا من همومه ولا عرض شيئا؟ بلى، هو عرض شيئا أعظم عند الله وأحب إلى الله، هو الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. فكان من كرامة الله لعبده الذي صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصرفه من دعائه ذلك وقد كفاه همه. هذا نص الحديث. يقول شيخ الإسلام أجعل لك صلاتي كلها، أي أجعل دعائي كله صلاة عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. قال لأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ومن صلى الله عليه كفاه همه وغفر له ذنبه. قال ابن القيم هذا معنى كلامه رضي الله عنه، وهذا المعنى لمن تأمله إخوة الإسلام يجده معنى جليلا كبيرا، حري والله أن تمتلئ بها الصدور لتعلم حقيقة منزلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومقامها من الدعاء عند أكرم الأكرمين. وصدق من قال كفاية الهم أعظم مطالب الدنيا للعبد، ومغفرة الذنب أعظم مطالب الآخرة. يوم القيامة أعظم مطلب عندك أن تلقى الله ولا ذنب عليك، أن لا يؤاخذك بجريرة معصية أو اقتراف سيئة أو ذنب جنته يداك، تريد أن تلقى الله وقد تجاوز عنك. المغفرة أعظم مطالب الآخرة، وكفاية الهم وراحة البال أعظم مطالب الدنيا. وكلا الأمرين، أعظم مطالب الدنيا كفاية الهم وأعظم مطالب الآخرة مغفرة الذنب، هما معا مضمونان بإذن الله بكثرة الصلاة والسلام على نبي الله صلى الله عليه وسلم. فماذا فات؟ لم يفوت شيء، بل وجدت كل شيء. أن تكفى همك، إذن أنت ستعيش حياة سعيدة رغيدة طيبة تأهلو بها نفسك. عندما تتبدد الهموم ستعيش أسعد السعداء ولو نمت على حصير. إذا كفيت الهم، أي هم من كل باب، هم دين أو مرض أو قلق أو وظيفة أو زواج أو ولد، عندما تكفى الهم والله سيقطر قلبك سعادة، وترفرف الحياة السعيدة بأجنحتها في بيتك وأسرتك وفي كل شأن من شؤون حياتك. هذا مفتاح جليل أمة الإسلام نجده بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الموطن 22 من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند كتابة اسمه. عندما نكتب اسمه عليه الصلاة والسلام في الرسائل، في الكتب، في الخطب، في وسائل التواصل، عندما يأتي ذكره ألا يجرد، لمقام نبينا عليه الصلاة والسلام أدب واحترام.
قال الله: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فمن تمام التوقير له الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم في هذا الموطن: عند كتابة اسمه صلى الله عليه وسلم، وهذا موطن أورد فيه بعض الأدلة، ثم ساق رحمه الله آثارا جميلة والله ورائعة عن سلف الأمة في حرصهم في كتابة الحديث والرواية على الاستكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في ذلك. وساق أولا رحمه الله بإسناد أبي الشيخ حديثا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة يستغفرون له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. والحديث لا يثبت كما سمعتم. وبين ابن القيم رحمه الله سبب ضعف الحديث بالنقل عن أئمة المحدثين في بيان علته وعدم ثبوت سنده. قال: وفي الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والحديث هنا أيضا موضوع، يعني هو أشد من الضعيف، موضوع يعني كذب لا يجوز نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يثبت هذا أيضا. قال: وعن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. أما حديث ابن عباس فأشار إلى ما أخرجه بعض الأئمة من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي في كتاب لم تزل الصلاة جارية له ما دام اسمي في ذلك الكتاب، لكنه أيضا لا يثبت. وكذلك الشأن في حديث أنس فإنه أيضا لا يثبت. فجميع الأحاديث المرفوعة من رواية أبي بكر أو ابن عباس أو عائشة رضي الله عنهم جميعا لا يثبت فيها حديث مرفوع إطلاقا، كما بين الآئمة سلفا وخلفا عدم ثبوت شيء منها، وأنها لا يرقى جميعها لو اجتمع إلى التعاضد والتقوي ليكون ذلك في مرتبة ما يحتج به إطلاقا، لأن بعضها موضوع أو واهن أو منكر أو شديد الضعف، فهو مما لا يقبل الارتقاء بشواهده إلى درجة الاحتجاج. فلا يثبت شيء مرفوع، لكنه ساق هاهنا جملة من الآثار، منها ما رواه من طريق جعفر بن علي الزعفراني قال: سمعت خالي الحسن بن محمد يقول: رأيت أحمد بن حنبل في النوم فقال لي: يا أبا علي، لو رأيت صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب كيف تزهر بين أيدينا؟ يعني في كتابتهم للحديث عند ارتحالهم واستنساخهم وكتابتهم للحديث كيف تزهر، يعني كيف أضاءت مزهرة بين أيدينا يعني يوم القيامة. هذه الحكاية وما سيأتي من الحكايات هي إما منامات رؤيت، وإما بعض أخبار تنقل عن بعض الآئمة، ليست نصوصا في الباب، ليست أدلة مقطوعة، لكن الأدب من حيث هو لا خلاف فيه. أقصد أنه من الأدب عندما يكتب اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الإشارة إليه بالنبي والرسول أن يكتب صلى الله عليه وسلم، وأنه من سوء الأدب الذي نبه عليه كثير من أئمة العلم اختصار ذلك بحرف صاد إشارة إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو ببعض الرموز الأخرى مثل صلعم اختصارا أيضا للعبارة، وأنها لا تليق إطلاقا. ومهما كتب مسلم حديثا وذكر فيه قال النبي قال رسول الله أن محمدا إن سماه باسمه أو ذكره بوصف النبوة أو الرسالة ألا يتجاوز ذلك إلا وقد ذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وهنا كلام طويل يقرره أهل العلم، كما ذكر الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، وما ذكر ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله، وسائر ما يذكره المحدثون في أداب طلب الحديث، وما يذكره العلماء في أدب الخطبة ونحوها، كلهم يجمع على أن هذا أدب متقرر لا يسوغ تركه، ولا يتسامح أيضا في التساهل فيه أو في الاستعاضة عنه بالرموز كما سمعتم. فهذه جملة من القصص والحكايات عن الأئمة أنقلها كما أورد ابن القيم رحمه الله في كتابه. قال أبو الحسن ابن علي الميموني: رأيت الشيخ أبا علي الحسن بن عيينة في المنام بعد موته وكأن على أصابع يديه شيئا مكتوبا بلون الذهب أو بلون الزعفران، فسألته عن ذلك وقلت: يا أستاذي، أرى على أصابعك شيئا مليحا مكتوبا، ما هو؟ قال: يا بني،
هذا لكتابتي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال لكتبي صلى الله عليه وسلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر الخطيب البغدادي بسنده من حديث مكي بن علي قال حدثنا أبو سليمان الحراني قال لي رجل من جواري يقال له أبو الفضل، وكان كثير الصوم والصلاة، قال كنت أكتب الحديث ولا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيته في المنام فقال، يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، فقال إذا كتبت أو ذكرت فلما لا تصلي علي؟ قال ثم رأيته مرة من الزمان فقال بلغني صلواتك علي، فإذا صليت علي أو ذكرت فقل صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان الثوري لو لم يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي عليه ما دام في ذلك الكتاب صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن أبي سليمان رأيت أبي في النوم فقلت يا أبتي ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. فقلت بماذا؟ فقال بكتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث. وقال بعض أهل الحديث، وكثير من هذه الروايات أخرجها الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، قال كان لي جار فمات فرؤي في المنام فقيل ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. قيل بماذا؟ قال كنت إذا كتبت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث كتبت صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان بن عيينة حدثنا خالد صاحب الخلقان قال كان لي صديق يطلب معي الحديث فمات، فرأيته في منامي وعليه ثياب خضر يجول فيها، فقلت ألست كنت معي تطلب الحديث؟ قال بلى. قلت فما الذي أصارك إلى هذا؟ قال كان لا يمر حديث فيه ذكر محمد صلى الله عليه وسلم إلا كتبت في أسفله صلى الله عليه وسلم، فكافأني ربي هذا الذي ترى علي. وقال عبد الله بن عبد الحكم رأيت الشافعي في النوم فقلت ما فعل الله بك؟ قال رحمني وغفر لي وزفني إلى الجنة كما يزف بالعروس، ونثر علي كما ينثر على العروس، فقلت بما بلغت هذه الحال؟ فقال لي قائل، فقلت بما بلغت هذا الحال؟ فقال لي قائل يقول لك بما في كتاب الرسالة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قلت فكيف ذلك؟ قال وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. قال فلما أصبحت نظرت في الرسالة، يعني في كتاب الرسالة للإمام الشافعي، فوجدت الأمر كما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الخطيب أنبأنا بشرى بن عبد الله الرومي قال سمعت الحسين بن محمد العسكري يقول سمعت أبا إسحاق الدارمي المعروف بنهشل يقول كنت أكتب الحديث في تخريجي للحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم تسليما، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فكأنه قد أخذ شيئا مما أكتبه فنظر فيه فقال هذا جيد. وقال عبيد الله بن عمر حدثني بعض إخواني ممن أثق به قال رأيت رجلا من أهل الحديث في المنام فقلت ماذا فعل الله بك؟ قال رحمني أو غفر لي. قلت وبما ذلك؟ قال كنت إذا أتيت على اسم النبي صلى الله عليه وسلم كتبت صلى الله عليه وسلم. وقد روى الحافظ أبو موسى في كتابه القول البديع عن جماعة من أهل الحديث أنهم رؤوا بعد موتهم وأخبروا أن الله غفر لهم بكتابتهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث. وقال ابن سينان سمعت عباسا العنبري وعلي بن المديني يقولان ما تركنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث سمعناه وربما عجلنا فنبيض الكتاب في كل حديث حتى نرجع إليه. هذه خمسة مواطن يا كرام عرضت في هذا المجلس من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها ما سمعتم من الأحاديث المرفوعة والنصوص الشاهدة، وفي بعضها من الآثار عن بعض أئمة السلف ما يكون كالشاهد أو كالقصة لهذا الموطن، إلا أن الحجة لإثبات المشروعية تحتاج إلى الدليل، وفيها بعض ما رأيتم، لكنها مما ضمنها ابن القيم في سبيل الحصر والاستقراء والاستقصاء لذكر المواطن التي ترتبط بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم لا تزال ليلتكم هذه ليلة ممتدة باقية الأثر ليلة الجمعة حتى نأتي على تتمة هذه المواطن في المجالس المقبلة بعون الله تعالى. اجعلوا من بقية ليلتكم متسعا لملئه والاشتغال بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم الجمعة كما سمعتم في مجلس الليلة هو أيضا من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا عليه صلاة محب مشتاق، صلوا عليه صلاة رجل من أمته يحمل الوفاء في صدره لنبي بلغ به الحرص على أمته والشفقة والرحمة، أن بذل ما بوسعه ليستنقذهم من الظلمات إلى النور ومن النار إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فاح العبير بذكر أحمد وانبرى نحو القلوب معطرا ومبشرا، في جمعة تهمي فضائل ذكره صلوا عليه فلقد أتيت مذكرا. فيا رب صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا رب وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن ذكره الغافلون. واجعلنا إلهي بالصلاة والسلام عليه منعمين في أعلى المقامات، وارفعنا في أعلى الدرجات، وحقق لنا الأمنيات، واقضي لنا الحاجات، وادفع عنا الكروبات، واكشف عنا الملمات، يا سميع يا قريب يا مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا حي يا قيوم. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.